كاين هنا البيع والشراء خويا اللي ناقص مع الكورونا خويا على كل شيء فهمتيني، البيع والشراء ناقص وكنتمنوا من الله يديروا معنا شي حل فهمتيني، هنا شي بلايص شي حاجه شي سوق باش السوق هنا يتقاد فهمتيني خويا، السوق هنا راه مرون والبيع والشراء قليل وهاد البلاد راك عرفتيها ناقصه فهمتيني ولا لا، البلاد راه ناقصه راه الله يصايبو صافي، هادشي اللي كنتمنوا مع الله من وقت راه الثمن ديال الزيوان اخويا طالع، الزيوان اخويا كان 240 260 هادشي باش كنا كنعرفوا، الزيوان دابا راه ولا ب 20 درهم راه كثير 440 460 غالا في الاسعار هذا تاع القطاع تاع هو راه ما خلاش من حقه تاع هو تزاد فيه، خفوز اخويا من 2400 3600 3800 4000 ريال، الزيوان 240 ولا 360 اخويا، القطاع تاع هو راه كيعاني من المشاكل كباقي القطاع، كنت منهم مسؤولين هذه البلاد ولا مسؤولين ديال الدوله ولا شي واحد غاير على هاد الناس هادو يحس بهاد الناس مولوعين، راهم كارفسين بزاف كارفسين اخويا بزاف، وهاد السوق هذا تا هو انت تشوف اخويا الشمس فينا وانت اخويا الشمس فينا الشمس فينا البرد فينا، حنا ما عندنا معاناه دوك حاسين اخويا بعد القطاع بحال هاد القطاع هذا، وكنا راه شفنا تعينا وهضرنا شفنا تعينا اخويا وهضرنا الحرقه اخويا، وما الشمس فينا الشتا فينا البرد فينا الشفار داكشي ما منظمش اخويا، الكلاب كلش اخويا كله كيلغي بالغير، بطبيعة الحال اخويا وحنا ما ندخلو شي بلايصة ولا شي سوق مغطي تا هو بحال هاد السوق اللي حدانا في سوق البركة بحال اخويا ليلى يلا وصافي، هاد السوق اخويا تا هو انت كتشوف معرضين بزاف اخطار وبزاف كاع الحاجة اللي توقع على بالك خايبة، السوق راه السوق عادي عشوائي عشوائي، الطيور مع الدجاج الدجاج مع الكنار الكنار مع المؤنين المرض كاين ضد الطيور، بعد ما كندوم كنلقاهم مراض كنجيبوهم صحاح كندوم مراض، علاش من هادشي ديال ما كاينش تنظيم اخويا بزاف اخويا، هو الولع الموالع كثروا وهاد الناس مبليين بالطيور وهاد اللي كيكسبوا الطيور كثروا، وبنادم راه لا اله الا الله وصافي، وكنتمناو اخويا كما قلت لك يردوا لبلاد القطاع شويه تا هو اندوار القطاع كاملين قطاعات كاملين اغلبيه القطاعات كيعانوا منهم هاد القطاع، وكنتمناو من الناس اخويا يكون عندهم واحد احساس شويه بالمسؤوليه. والسلام عليكم. كاينه لي زان سيبارابل كدير 150 درهم، وكاين الكالوب سيت كيبدا من 300 حتى 400 درهم، وكاين البيرو 60 درهم 50 درهم على حساب، وكاين الكنار 150 100 درهم، الحاجه الوحيده اللي تزاد فيها هي الزيوان، ما بقاش قدر بنادم يشري الزيوان، بالنسبه للزيوان ديال الكنار دار 400 ريال، وديال البيرو زادوا فيه ولا كيديروا 5000 الخنشه كيبيعوه ب 240، وبزاف ما بقاش الناس كيجيو تقدموا عندنا الزيوان، وبالنسبه لهذا السوق هذا السوق راه عشوائي، خاصو يكون سوق نموذجي يدير لنا بلاصه في السوق نموذجي على حساب البرد الطويرات ما كنقدروش نديرهم، وكيكونوا بزاف الشفاره هنا بزاف كتغفل طارت عينك راه تدور عينك الجهه الاخرى يطير لك بقفز، خاص يكون شويه ديال الامن وشويه ديال هذا شي بلاصه نضرقوا فيها على البرد وصافي. خويا بينا ندوي على هذا السوق هذا خويا، خاصهم يديروا لينا المسؤولين شي حل لهاد السوق اخويا، خويا راه دورت الكاميرا راه ما عندك ما تشوف، راه ماشي سوق راه بحال شي حلقه دايرينها وصافي، السوق خاصو يكون مقاد اخويا، خاصو يكون كله وبلاصتو، ما يكونش مخلط لا مع كلاب لا مع مشاش كله وبلاصتو، اي متفق معاك تا هما هذوك حيوانات وسوق الحيوانات، لان كله وبلاصتو، الطيور بوحدهم قنيه بوحدها، تا واش كلشي مخلط كتجيب الطير صحيح كما قال الاخ، كتجيب الطير صحيح كدير للدار مريض خاصك تخسر عليه، واش فهمتيني اخويا؟ والسلعه كما قالوا الاخوان راه غاليه، السلعه راه كتوصلنا من كازا اخويا راه العافيه، كتشوف في الفيديوهات الاثمنه تمايا في كازا راه رخيصه واحد الدرجه ما تصورش، كتجي هنا كيبان لك شي ثمن خيالي ما يدخلش لك الدماغ فهمتيني، قفز كتشوفو تما 2800 كيجي كيوصل هنا 4000 ريال اخويا، راه شكون اللي غيضر؟ غيضر السيد اللي شاري
قالوا لي هي ما حنا اللي بنبيعها وشرايه راه كتشري كتعاود البيع فهمتيني اخويا. وهذه الاقبال كان خويا دعم قليل بالنسبه للثمينه ديال الزيوان وديال القفوزه ولا اقبال قليل. كتجي السوق كتبيع جوج طيور ثلاثه غري وانت تجيب 40 طير كتبيع فيهم جوج ولا ثلاثه قدام ما تبيعش كاع. كاين اللي كيسول كاين اللي ما كيسولش ما بقاش اخويا البيع والشراء كما كان ما بقاش بزاف الضرب خصوصا هذا العام كنجوع على الله نسال الله اخويا العافيه. هذا العام اخويا راه والو ديوان على هاد الماتريال كامل ديال لي زاكسيسوار ديال الطيور كلشي تزاد فيه الثمن يعني حاجه عاديه ماشي غير في مدينه اسفي في اي مدينه كتلقى يعني الاثمنه مرتفعين. وبالنسبه للطيور راه مازال يعني كل حاجه في الثمن ديالها. بالنسبه للكالوبسات كتبقى يعني الزويزه ب 600 درهم. بالنسبه للكنار دابا راه رخيص حتى لواحد المستوى اللي رخيص بزاف من 80 درهم حتى 100 درهم. والبيروش راه معروف في المغرب كامل 50 درهم 60 درهم. وهنا دابا كنتواجدوا بهاد السوق ديال حي الكورس يعني سوق قديم شويه كيتواجدوا فيه الطيور صحاب الحمام صحاب الدجاج طيور الزينه كلشي موجود عندنا الحمد لله هنا في هذا السوق. بينا شي نظام هنايا والسلطات يولي عندنا شي مقادو حيت كاين هنا شويه الفوضى وبنادم ما مقادش داكشي كله وفين كيحط. خويا اش غنقول لكم اخو الزوان زادوا فيه سمعتيني ومن ناحيه المواطنين راه ما نهضرش لكم عليه. المواطنين راه ما بقاش راه مقارضات اخو شو وحدين كيصيدوا المواطنين كيصيدوا الذكر والنشوه. حنا كنعرفوا الناس اللي كيصيدوا المواطنين كيشدوا الذكر والنشوه كيطلقوها ما خلناو لنا والو فهمتيني في الغابه. هادشي اللي بنوصل لك حاجه باينه ما كرهناش اخو فين رايحين حنا اخو انت كتشوف اخو ها لا جاج اخو من الاحسن يديروا لنا هو سوق نموذج ما دايرين معنا والو. هاد الناس احنا اللي حنا في الخلا اخو ياك سيدنا هو اللي مسرح بهاد الاتواش وهاد الالاعب وما دايرين معنا والو. هاد الناس هاد اخو هادشي اللي كاين اخو شكرا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.